السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة فريدة شانيل. لا تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى شروط وطريقة التسجيل في المدرسة العليا للأساتذة بتطوان إنيس تطوان 2020، إعلان إلى حاملي البكالوريا. تعلن المدرسة العليا للأساتذة بتطوان عن فتح باب التسجيل القبلي من 16 يوليوز إلى 16 غشت 2020 لولوج الإجازة في التربية برسم السنة الجامعية 2021-2020، يعني سلك الإجازة في التربية. كاين تواريخ مهمة. Ouverture de la plateforme de préinscription du 16 juillet 2020 او 16 او 2020، يعني غيكون فتح التسجيل من 16 يوليوز ل 16 غشت، والتسجيل غيكون تسجيل الكتروني يعني عبر البوابة الالكترونية لإنيس تطوان. من بعد كاين افيشاج دي ليست دي كانديدا بري سيليكسيوني ا باسي دي زونتروتيان لو 24 اوت، يعني غيكون الاعلان عن لوائح المترشحين اللي غيدوزو اختبار شفوي هو 24 اوت 2020، يعني ما غاديش يكون اختبار كتابي، راه غيكون فقط لا سيليكسيون ومن بعد غيكون اختبار شفوي. اونتروتيان لو 24 لو 25 اي لو 26 سبتمبر 2020. بالنسبه للاختبار الشفوي غيكون نهار 24 و25 و26 شتنبير 2020. الاعلان النتائج غيكون 24 غشت، والبدايه ديال الامتحان الشفوي غيكون 24 25 26 شتنبير. من بعد كاين افيشاج دو ريزولتا ديفينيتيف لو 28 سبتمبر 2020، الاعلان عن النتائج النهائيه 28 شتنبير 2020. من بعد كتجي لانسكريبسيون دي ليست برينسيبال، على يجي التسجيل في المدرسه العليا للأساتذة تطوان 1 و 2 أكتوبر، يعني اللي دوزو الاختبارات الشفوية دوزو سيليكسيون الاختبارات الشفوية وتقبلو غيبداو التسجيل 1 و 2 أكتوبر، يعني شهر 10. انسكريبسيون دي ليست داتونت 5 و 6 أكتوبر، و ديبي دي كور هو يكون هو لو 12 أكتوبر. من بعد ليغ لي كونديسيون داكسي او ليسونس ديديكاسيون ديرو بالنسبه لكم، كليكيو على تيليشارجي. بالنسبه ليا ديجا تيليشارجيتهم. كاين تخصص تعليم ابتدائي وكاين تخصص تعليم ثانوي. بالنسبه للتعليم الابتدائي، شنو هما الدبلومات المطلوبه؟ كاين شهاده البكالوريا او دبلوم معترف بمعادلتها، كاين جميع الشعب والمسارات، يعني جميع الشعب العلمية والأدبية والعلوم الزراعية وغير ذلك. بالنسبة لطرق الانتقاء، كاين انتقاء أولي للمترشحين بناء على دراسة الملف ومقابلة شفوية. بالنسبة للانتقاء الأولي على أساس نقاط المواد، شنو المواد اللي غيتنتقى على حسبهم؟ هي كاينة اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات المحصل عليها في الامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد في البكالوريا، وكذا المعدل العام لنيل شهادات البكالوريا. كاين المواد الاساسيه اللي هي العربيه والفرنسيه والرياضيات ديال الجهوي بالنسبه للادبيين، ولكن بالنسبه للعربيه كاينه ديال الادبي كيقراوها حتى للوطني. بالنسبه للعلميين كاينه الفرنسيه والادبيين الفرنسيه ديال الجهوي، والرياضيات بالنسبه للادبيين في الجهاوي، والرياضيات بالنسبه للعلميين في الوطني. الشفويه مع لجنه من المؤسسه المختاره يتم التركيز فيها على القدرات التواصليه واللغويه للمرشح في اللغتين العربيه والفرنسيه، على قدرات المرشح على التحليل والخطاب وتدبير النقاش في مواضيع ذات صله بالثقافه العامه والعلميه والقيم والعلوم الانسانيه. بعد كاين ثالث حاجه وهي مدى رغبه واستعداد المرشح لممارسه مهنات التدريس. كاين على هاد الثلاثه بالنسبه للمقابله الشفويه. هذا بالنسبه للتعليم الابتدائي. غنمشيو نشوفو التخصص ديال التعليم الثانوي، غيكون اعدادي والتاهيلي.
على الدبلومات المتطلبة هي شهادة البكالوريا المناسبة للتخصص المطلوب أو دبلوم معترف بمعادلتها. راح نشوفوا من بعد شنو التخصصات. على طرق الالتقاء، التقاء أولي للمترشح بناء على دراسة الملف ومقابلة شفوية، راح التقاء أولي على أساس نقاط العربية والفرنسية ومواد التخصص المحصل عليها في الامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد في البكالوريا، وكذا المعدل العام لشهادة البكالوريا بالنسبة للالتقاء الأولي. وكاين مقابلة شفوية، على أعيد أن ما كاينش كتابي، على كاين فقط التقاء أولي، كاين سيليكسيون ومن بعد كاين لوغال. بالنسبة للمقابلة الشفوية مع لجنة من المؤسسة المختارة، يتم التركيز فيها على القدرة التواصلية واللغوية للمرشح باللغة العربية والفرنسية، يعني نفس الشيء بالنسبة للتخصص ديال ابتدائي. قدرات المرشح على التحليل والخطاب وتدبير النقاش في مواضيع ذات صلة بالثقافة العامة والعلمية والقيم والعلوم الإنسانية، وأيضا مدى رغبة واستعداد المرشح لممارسة مهنة التدريس. على بالنسبة للإجازة التربوية، الإجازة التربوية بالنسبة للتعليم الابتدائي جميع الشعاب والمسالك، وعدد المقاعد هو 50، على اللي طالبين هو 50، ولكن بالنسبة للسيليكسيون يعني غيكون تقريبا دوبل، يعني هذا بيديروا 100 مثلا مقعد، واللي غيبقاو في التالي اللي تسجلوا باش يقرا في المدرسة العليا للأساتذة هما 50. على الإجازة التربوية التعليم الثانوي، على هنا كاين تخصصات. على بالنسبة لتخصص علوم الحياة والأرض، على الشعب والمسالك العلمية الآتية، مثلا اللي عنده بي سي و اس في تي و سيونس مات و سيونس اغرونوميك، على هادو هما اللي يمكن يتسجلوا في تخصص علوم الحياة والأرض، ونفس الشيء 50 مقعد اللي مطلوب، ولكن بالنسبة للسيليكسيون كيكون دوبل أيضا. على كاين الإجازة التربوية التعليم الثانوي، تخصص التربية البدنية والرياضة، على جميع الشعاب والمسالك العلمية. على هنايا بالنسبة لي تيتيليغ دي زوتر تيب دو باك دوا اوبليغاتوارمون جيستيفي دان تري بون نيفو سبورتيف بار ان اتيستاسيون ديليفري بار ان فيديراسيون سبورتيف او بار ان كلوب سبورتيف مومبر دي ان فيديراسيون سبورتيف. على في هاد الحالة خص يكون مرفق اما بشهادة اللي يعطوها له مثلا شي جامعة رياضية او شي نادي رياضي. على لي تيتيليغ دان باك سيكسيون سبورتيف كيك سوا لا فورميل doit associer un dossier d'inscription d'une pièce attestant de leurs conditions. يعني على الأقل خصهم يرفقوا شهادة اللي كتثبت مثلا أنهم كيمارسوا أو عندهم هواية ديال الرياضة، وعدد المقاعد هو 50. الإجازة التربوية التعليم الثانوي كاين تخصص التربية الإسلامية جميع الشعب ومسالك البكالوريا، هنا يكون آداب والعلوم الإنسانية. الإجازة التربوية التعليم الثانوي تخصص الرياضيات الشعب والمسالك العلمية. الإجازة التربوية التعليم الثانوي تخصص اللغة العربية جميع الشعب ومسالك البكالوريا. بالنسبة للرياضيات طالبين 60 مقعد، اللغة العربية 50. الإجازة التربوية التعليم الثانوي كاين تخصص اللغة الفرنسية لكاين 50، والإجازة التربوية التعليم الثانوي تخصص الفيزياء والكيمياء كاين 50 مقعد. على شروط وطرق الانتقاء للولوج إلى الفصل الأول، على بالنسبة لتخصص التعليم الابتدائي، على خاص شهادة البكالوريا، وبالنسبة للسن ديال المترشح مخصوص يتعدى 21 سنة في تاريخ إجراء المباراة. بالنسبة لطرق الانتقاء، كاين نقاط ديال المواد اللي ذكرنا، وكاين المعدل العام لشهادة البكالوريا، وكاين أيضا عدد السنوات الدراسية للحصول على شهادة البكالوريا. مثلا إذا كان تحصل على شهادة البكالوريا 3 سنوات على مزيان، ولكن مثلا إذا كان 4 سنوات أو 5 سنوات يعني عليه تأثير. على بالنسبة لهادو ديجا تكرتهم، القدرة التواصلية مدربة واستعداد إلى غير ذلك. على بالنسبة للنسبة ديال 60% كتبقى على دراسة الملف، ونسبة ديال 40% للمقابلة الشفوية. لا يتم الإعلان عن اللائحة الرئيسية المقبولين ولائحة الانتظار حسب الاستحقاق، والتي ينبغي أن تضم باقي المترشحين الناجحين في المقابلة الشفوية. على بالنسبة للتعليم الثانوي أيضا نفس السن، يعني مخصوص يتعدى 21،
وشهادات البكالوريا. هلا بالنسبة لانتقاء يعني المواد اللي ذكرنا، ونفس الشيء بالنسبة لعدد السنوات الدراسية للحصول على شهادات البكالوريا. على 60% ديال دراسات الملف و40% ديال المقابلة الشفوية. الآن غادي نمشيو نرجعو للبوابة باش نشوفو طريقة التسجيل. على كليكي سيغ لانتيتيل دو لا فيليير او دي فيليير شوازي بور كومونسي فوتر بري انسكريبسيون. هنا كاين كل رابط، يعني كل تخصص بالرابط خاص به. على ليسونس ديديكاسيون مثلا سبيسياليتي انسينيمون بريمير، على هنايا ديال انسينيمون سكوندير اون ديديكاسيون اسلاميك ديال التربية الإسلامية، ديال فيزيك اي سبورتيف التربية البدنية والرياضة، سيونس دو لا في دو لا تيغ ديال علوم الحياة والأرض، ديال علوم ديال الرياضيات، ديال اللغة الفرنسية واللغة العربية والفيزيك اي الشيمي. على مثلا غادي نكليكي على لو ليان ديال فيزيك شيمي، من بعد كتعطيني هاد الفورمولير على فيه لي زانفورماسيون بيرسونيل، كاين لو نو لو برينو لو نو سي ان لو سيكس لا دات دو نيسونس لو ليو دو نيسونس ليميل او تليفون. الو غادي نعمر هاد الفورميلير ومن بعد نكليكي على سويفون. الو بعد ما المعلومات الخاصة وكليكيت على سويفون كيجوني معلومات أكاديمية، يعني انفورماسيون أكاديميك يعني خاصة بلو كود مسار ولاني دونتخي اون بروميير اني دي باك يعني ديال الجهاوي، اني دوبتونسيون دي باك، من بعد واش سيسيون نورمال و غاتخباج يعني واش نجحت في الدورة العادية او الدورة الاستدراكية. على سيغي دي باك يعني كتختار البكالوريا الشعبة ديال البكالوريا باردون، بعد مويان جينيرال دي باك كتختار المعدل العام ديال الباك، على نوت دغاب ا ليكزامان كوما ريجيونال او ناسيونال. يعني بالنسبة الأدبيين يعني يختاروا النقطة العربية الوطني، وبالنسبة للعلميين يختاروا النقطة العربية ديال الجهاوي. على نوت دو فرونسي ا ليكزامان كوما ريجيونال او ناسيونال. على بالنسبة للفرنسية سواء علمي او ادبي يختار النقطة ديال الفرنسية ديال الجهاوي. على نوت سيونس فيزيك اي شيميك ليكزامان كوما ريجيونال او ناسيونال. على بالنسبة ل باردون بالنسبة لهاد السيغي فقط ديال العلوم الفيزيائية، على ماشي شعب وحدة أخرى أو تخصصات وحدة أخرى، هذه فقط علوم فيزيائية. على سيتادير بالنسبة للعربية غيكون ديال الجهاوي، الفرنسية غيكون ديال الجهاوي، على بالنسبة للفيزيك والشيمي غيكون نقطة ديال الوطني. ومن بعد غتكليكي على انسكريبسيون، على غادي نملأ هاد المعلومات وكليكي على انسكريبسيون. من بعد لو كليك على انروجيستري يعني من ملأت المعلومات الخاصة بالنقاط المواد ورمز مسار ولادات ديال الجهاوي ولادات ديال الوطني والدورة العادية والدورة الاستدراكية، واش خديت البكالوريا في الدورة العادية او الدورة الاستدراكية. من بعد كتعطيني vos informations sont bien enregistrées merci alors téléchargez le PDF. غادي نكليكي على تيليشارجي لو بي دي اف. بعد كنكليكي اوفري. الو هنا كيعطيني لي زانفورماسيون اللي دخلت كلهم، على فوت تحتفظوا بها، ديروا لها انروجيستري وتخليوها عندكم في الحاسوب، او لا تقدروا ديروا لها امبريمي وتخليوها عندكم في يعني كوثيقه. لما تنساوش تدعموني بلايك للفيديو، اشتراك وتفعيل الجرس اذا كنتم من الزوار الجدد للقناة. على بالنسبة لي غادي نخليكم الرابط ديال السيت ديال انيس تطوان، والرابط ايضا ديال لي كونديسيون في الديسكريبسيون. وكنتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.